باب ويدي عمر الفاروق ويلكيسي عبد الله يا عيار دلي حفيد حالي ولد الولد ويلكي ويلكيسي كان وهو هذا سالم سالم نك اللي دادو ثقة بو هذا نين يعني موثوقه اللي بو كلسون يهي وي كثير الحديث بو هذا نين حديث كيسو بدن يهي عالما في الرجال رجاش حديثه وحديثه ورسنا آدو يقان علم الرجال ورعا عندنا حلال ميرا رواي آدو ورع رواي شو هذا إيا وحا خنو رسكي لالي ابن سعد باسدائن ها بلارو نحن أنه أولاي في خلافة الفاروق بانو قصوغا نهايب رضوان الله عليه وها هي دي مدن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة النبغة وايه تعج وحا يعني بوحنيس يعني بوحسي وهي تعج تقوم وتقعد وحي لب حسن دي أولك عاقفيس بغنائم الحرب حرب دي غنيموين كيدي التي غنائم تاسو أحرزها المسلمون المسلمين تو أيهلان ويكسو كوبين ويسو أروريين من أسلابي يزد جردة نينكي يعني يزد جردة الأورنجري آخر ملوك الفرس فرس يعني بغرها هذه كي قدام بيهوا يزد جردة أيالي لا يزد جردة نينكي أصغى وحيالي اللي غفرتي ويفركيسي صلبك يعني فربا ليلة صلب كبا أسلاب لغو جمعيه وحي عليه اللي غفرته بغر كعسكه بغر هذه يعني فرس قدام بي غنيموين كي اللي غهل اي مدينة لبحسنتي واي فلقد كان وحا هذه فيها في الغنائم غنيموين كوحا هذه من تيجان الأكاسرة بغر هذه ريكسرة تاجتكو دي مدحة اي قسن ايين ايا كج كمدها او كجري على المرصعة القرحية بالجوهر القرحي ومناطقهم باكم لها وحيالي صومن كاي دخل اي كخرن جيرين او من ضيق يعني واحد دخل لو خرتا ليرا داي الموصوفه يعني لو صفه يعني المرصوفه يعني لو صفه لوت يعني لو صي يعني لو قرخيه لو قرقر يعني باللؤلؤ جوهرته ايو وسيوفهم سيفه دي المحلات المزينة الذين بالياقوت والمرجان سيفها اي وطان وسيفها بغرده وسيفها قاره لقرحية جوهر يسيد اللي هو ذي اللول ما باكم لها لم تقع عليه عين إلا يسكد عين من قبل هري وحين هري لو أعرق ايه لك صفرتي يعني ايه بغر كفارس قدن بي بغرده فارس قدن بي وقد كان وحاها مع هذه الكنوز كنوز دنيا هنتدا قالجا أضع إلتي أو بير الها إلتي أو وريرنيسي لغوا وريريو حشد با كملها يعني الجماعة كملها أما عدد كبير وين أو من صبايا فرص فرص وين كلا يسوق فاشي أول أي صبي فرب لم با كملها أبولي وكان بينهن صبي عسقا دحلو روحاها تيبنات يزد جردة نينكي يزد جردة اللي أرجل قبله سي أثلاث ويصدح العبا كمدها فشراهن قبله وحاجة علي باقه رضي الله عنه بثمن جزل لعقبلا وقاله وكوكلا سيد علي وحوري قبلها الله من ماها قبلها ننبقرها دلي مركز وقاليه وعرض عليهن قبله وحو أبن دقي بائفة تنبو أبن دقي جماعة ومن ألم أعني من أملع شباب المسلمين مسلمين بل يردوا ذا رجع وقو رح بدناي وعجيب سنة أيو قبضها أبن دقي مركا وحي رسيد علي قبضها نوال خيار قلين يا قبر لا أركنين كي دارته قبضها قيمها دي مبحنية فاختار إحداهن مدوى حي دارتي الحسين بن علي حسين بن علي بي دارتي سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنجبت وحي أرشي زين العابدين بي أرشي قبضا إنا زين العابدين بي أرشي زين العابدين علي بن حسين بن علي بن عبد طالب
واختارت ثانية تيل بعد وحي دورة محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأنجبت له وحي أولى شيء القاسم وحي أولى شيء قاسم بن محمد بن أبي بكر أحد فقهاء المدينة السبعة لمن كي فقهاء المدينة الأولنجرية تضوضها متكم من أيها لناب علم بمبوى قاسم واختارت ثالثة مدة صدحان وحي دورة عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر أي دورتي خليفة المسلمين عمر بن خطاب وخليفة المسلمين تأويل كيسي وعبد الله أي دورتي وأنجبت له وحي أرد شيء سالما سالم بأرد شيء حفيد الفاروق فاروق يعني حفيد كيسا ويل كيسا ويل كيسا وقوها وسالم ونكا عدار قصدي سكجر له ويا قبضي سدحات بعد شيء وأشبه الناس بها سالم أشبه الناس بها ضدك متك أو وقت بها صمتا حق هي أذى به بالفاروق حق هي أذى أما يعني الدينتا أقونتا يحق الوقت كارسيدا الوقت ليها آد بأبوه كاسي عمر أبوه كاول فتعالوا كعلي أبو رشيخ النقيف آمين يعني دل استادمي على صور سورين وضاءت وإفايو ومن حياة سالم بن عبد الله بن عمر كم من الخضاب رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده ولد سالم بن عبد الله والله دلي في رحاب المدينة المدينة دحل يدالك دلي مدينة دي مصوى رسول الله أهي صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي ماشو كن نقاذبه مصوى رسول الله رسولك إلهي مكان نقاشريسي إيه ومدفنه ماشي لقدو بي أهي ودار هجرته نبقه هجره دي ودار هجرته أهيه ماشي وهاجره أهي وفي أجوائها العبقة وفي أجوائها مدينة هوليدي يجوج يدي العبقة أدق بناء اللي أدقيه بطيوب النبوة النبي نمضى طيب كذي أدق يدي اللي أدقيه المتعلقة هدنا إفهيسي بسر الوحي وحي النور كيسي أيو درجة ويلكاسو يعني درجة آية أيو مشاك سعدي أو وشبع كبر باريوي ويلكا مشاك كل شيء كتل الله وقالي وصب كبر باريوي وفي كما في أبيه أبيه روستيس أبيه العباد علم ربضنا عبادة ربضنا الزهاد الزاهد كها سوى منها واجري مالوينك وقرحنا مالك صوم كبضنا يسوم يقوى من الأسحار أرورتنا تاغنان تبضناوي يتربى كبر باريوي عبد الله بن عمر وي عبد الله بن عمر نيكي اللي يقاني متابعة النبي جاءت وقدرنا عبادة بدنا نيكا سعب اللي يقول كي يعني أبي يوسيسو يعني أيو تربى كبر باري وبأخلاقه أبها أخلاق ديسي وعبد الله العمرية أوسي العمر لون نسبية متخلقة يكبب عيه سيقول أبي صفات كيسي صفات كاسي يعني أخلاق دي العمرية على عبد الله بن عمر وهو عمر بن الخطاب ليس اورينك او دوبا يعني وش بابا عبد الله وهو دلينا سالم با او اكاوي مركا اد بيسو شبهوا ولقد راى وهو اركي فيه ويل كفيه سوا سالم ابوه ابيه وهو كو اركي ابيه ابوه ابيه عبد الله من مخايل التقى يعني التقوى هي صلاحه ملا يعني علامات كيسي هي وعلى إمله داهنونك علامات إيسا أيوك أركي وأبصره أركيه في سلوكه قالتان كيسا يعني سلوك كيسا ودقن كيسا من شمائل الإسلام إسلام يعني صفات كيسا وقاله وأخلاق القرآن قرآن كأخلاق نيسي فوق ما كان يراه في إخوتي ولا ليه سكالوه سكو أركيه نبو عبد الله كأركيه فأحبه وجعل يعني ولا ليه سكل وخص كو أركين بو عبد الله كو أركي سالم سالم بو كو أركي وي فأحبه عبد الله وجعل هذا وآبيه هو سالم بو جعل هذا حبا بو جعل هذا جعل ملك ملكيه عليه دشيسة شغافة قلبي سدح ديسة دقي وي حبي أو قلبي سدح دقي أيو ويلك جعل هذا وي وخالطة بهذا من حجي سوه حباتي فؤادي قلبي يعني
حبدي سنة دهيو حتى لامه اللائمون كوا دقالة يا أيها كوا دقالة في ذلك ويلكم حتى أوجع عشا يعني ويلس كرتا أوجع لذي ويلكم حتى أوجع عشا يبلي فقال مركز وحولي يلومونني في سالم وألومهم وجلدة بين العين والأنف وجلدة بين العين والأنف سالم يلومونني في سالم بيقود دقالة يعني وعنانني في سالم في حب سالم وألومهم أنا نوان دقالة يا أبو أي يعني دقالك وغاس ما أقبل إياه وأن ردين إياه وجلدة بين العين والأنف سالم مقارك سنك إياه إندها أبدح إياه وسالم سالم وماشي إذا هو يهلكي تاسولي وجلدة بين العين إياه والأنف سالم وأقبل عليه وقابله أقبل الأب أبيه وقابله عليه دشيزة يبثه يعني عليه على الإبن ويبثه أسوى يعني كفر دينا يكون نشرنا يما وعاه صدره أباه لا تسوه حفظيه ومن حديث رسول الله كما صلى الله عليه وسلم حديثه يقانه يا عبد الله بن عمر أيو بره يا ويلك ويفقه ويلك وحفامسين في دين الله يعني ويمله أميرنا يا من كتاب الله إله كتابه ثم دفع به ويلك وحوده إلى الحرم الشريف هذا نحرم يعني وحرم يحرم كنبوه أيها هذا نكور الجيوان وكان وحو هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال من أن كزول معمورا إنه عمريه بضائفة كبيرة جماعة وين ومن جلة صحابة كمدا ومركا جلة الصحابة بمثال تكبر حيوان فجوا ويناوا آية فحيث ما ملأ لماشي على الملفتاء ويلك دليلا وقصد بالركن أو من أركانه حرمك يعني نبوي أركانتي تكمدا الفاوح هليا أمام الهرتيسة نجما حدق بغليا حدق فيه في جيسة يعني هو يهي ألق افتين من سنة نبوة النبي لماذا نور كاذئة إيا وعبق أدقون من طيوب الرسالة الرسالة أدق يديها الغرائي تلك التقابل للسحابي وين الجليل يا فضيه ونور كنبي لماذا يكسر كحي سيئ أدق الرسالة وأينما رمى بدرفي مال الله ماشي إشي سو جنوا دنا عفيريه أو القاد سمعه دليه سو يعني مقل كي سو أورا رعيه أبصره وحرك يا خيرا وسمع بره ملك سمزات ماشي أو قص دبو وحو يعني كفر حوا خيرا وحرك يا وحو نسنا ومغليا وبذلك ما أطيحه وبذلك أرنتاس يا أطيحه له حلو سور تجلي أي يقول إنه قاطع عن ضعيفة من جلة سحابة كمل قيموا إنه أصحابك يعني رجل ووناء على رأسهم رجل وحوقا منه أبو أيوب الأساري وأبو هريرة وأبو الرافع وأبو اللبابة وزيد بن الخطاب فجأسوا يعني وحكا قاتل سالم بن عبد الله وذلك انت أصور لنا بالإلافة إلى والده عبد الله بن عمر أبيه عبد الله بن عمر أنا كدر وأصحاب الرجل يعني ووناء كمدا فما الله بيسا موسى النجان ويلكي ويوا سالم أنك دائم النغري وعلم علم ومن علام المسلمين كمل مسلمين ترجل ووين علامتا وسيدا إنه النغري جليلا وينه من سادة التابعين وأحد فقهاء المدينة مدينة فقهاء الذي متكمل إنه النغري يعني كمون دبلعين وكما داهم الذين فقهاء ذاسو يفزع إليهم المسلمون مسلمون تحقوا ذا يؤرق جحيا في دينهم دين تولوه مشكلة الدين أبا هذي كنت ما هذا تضوض أننا مرجع لون نقني فقهاء المدينة الأورنجري متكم من أبوها سالب وهو يأخذون إكا قالني يا مسلمين طعانهم حق هذا شريعة ربهم ربك وشريعة سبا إكا قالني ويرجعون أولا الله بينيين إليهم حق هذا في معضلات الدين دين كمسائشي سعد عليك مشكلات كأيوة الدنيا أدوية المشاكل كذا أي أبا الله نقني وكان الولات لمن كان مدحها وحيها كان الولات يأمرون قوة أمره قضاتهم قضاته لمن كان قال ياسا إكدريان إذا عرض هذه الله صوبانك عليهم دشوة القضايا أحكام مسائل هذه الله صوبانك أن يدفعوا إني أديبان بها مسائل إليهم تدور علينا أديبان من كسو قال لها مسائل مركي الله كان مسائل وإنه تدور علينا فقهاء المدينة ليلة وإنه أبانك مسائل
فإذا جاءتهم المسألة هذه أتمادوا اجمعوا يعني استمعوا ويكل ميان جميعا ونظروا فيها ويثير ميان ثم لا يقضي القضاة قضاة وحما حكم ميان إلا برأيهم قضاة يعني إسلام كوردر وحما يحبون اسكمر ميان إلا برأيهم تضول عن إنهم فقهاء المدينة اللي إذا برأي ذو مرك يعني لها له مرك أول ما مسألة اللي حبون ميان وكان وحوا لأسعد الولاتي لمن كان بلا حضاء منك أقول لي بأن يتبذل حقا حظا حقا ديفتوي أيه وأضيبهم يعني أبو ناسل أحدوسة يعني حق حريرك وأقربهم أبو إلى قلوب الناس وي وأوثقهم يعني وأوثقهم عند الخلفاء من يأخذ بمشورة سالم بن عبد الله وي ولادة منك أقول حق قضاء دواي أسعد الولاة حظا لمن كان ملاحظة أنك أقول وننعكست يعني ذاتك قلوبته دون أي أجج عليهين خلفاء أكتو دون اللي أقول كالسوية ومن يأخذ قادم إيوه بمسورة سالم بن عبد الله سالم بن عبد الله رأيه سننك قاتي وهو يلتزم هذا اللازم إيوه بتوجيه منك أعطاق يعني خلفاء دون أجج عليهين ذاتك قلوبته دون يعني اللي أقول كالسوية وانقل أما الذين كوا يخالفون خلافا يأمره سالم بن عبد الله خالفون خلافا يأمره وأمر فيه مقالة المدينة سوء كجوغة يمال عريض ما يكون نقول نساء مقالة دوانينك دمائي ومقالة يعني مقدم كذا إلا قدم بينك خلافهم حظم آية ولا تتحملوا ولايتهم ولو هذين مقالة يعني ولو يعني واحدين كوذي النصرة هذين مقالة مقالة سواء من ذلك وحاكم لها أن عبد الرحمن بن الضحاك منك ليلة ولي المدينة مدين يعني والك النقض في خلافة يزيد بن عبد الملك يزيد بن عبد الملك باوخر والي وقد قلت مدينة لنك عبد الرحمن بن الضحاق ليلة وكانت وحيئها فاطمة بنت الحسين رضي الله آيها عنها الله أكرر هذا النقض فاطمة بنت الحسين قمت الليلة رضي الله عنها ورضي عنه أبيه أن الله كره النقض ونضر في الجنة روحه جنة الله كوي فيه الروح دي زي قطر ملد مد أقول توري به وون قد عاد إلى أولادها أب أضيبه مركو مجامع عبد الرحمن بن الضحاك وعيق كأه مدينه كبرد فاطمة بنت حسين ليدا فاطمة بنت حسين بن علي بن أبي طالب وين وي أقول توري يعني أبوي جربودي ترى ملك مت جربودي بأهي وزوج كذي بعدنتي وانقطعت إلى أولادها أولادي ذي بأقع ضيوف إن الجورستي إسكدي ذي عرورت إلى الكرسان بيتني فتقدم إليها ابن ضحاك ابن ضحاك بعد جود ويمد وخدلها لنفسه هو ضامن أتاك نفسي سبع ضامن ووالي مدينة مقال المدينة يعني والي يدها إن يعني كبر سلو أيام دون يا مكير فقالت وحي ترى والله ما أكون دارته ما أبغى زواج أني كبر ما دون يا بيت ولقد قعدت وان فريسي على بنية عرورت إلى رباب ترى إنام كرسو ووقفت نفسي إذا وقفي عليهم على يعني بنية عرورت إلى نفسي إذا وقفي أنت أقول يعني كبر وقف ما إلمها سان كرسنا يا فجعل وحي قل جلي يلح عليها إنه كل علمي ما يما إلا وإلا وإنا ذي يشابه لي إنا ذي يشابه وهي أيضنا تحتاله ويحيلا ذي سنسا في الاعتدال إليه ويعذر دارني سايو يعني أردتا كما بحكرا إلمها من كرسم إياه ناقي أقول لي وعرر لي أن محاد كفا لي سايو مبا يعني عليسكي محاد كفا لي سايو وحاسة يعني اعتدار بي يعني حيلا ذي سنسا من غير مخاشنة ayadoo ku adkaynayni way waran guur badoonay ka dhaaf ma dhays ma ku guursanayo mana rabo guur ay ma dhaysto kuma adkaynayso khawfado misriide wa waligi mariid leh way ka cabsanida sirtiisa ka yaabta falamma wajadaha markuu helay taabaa inay diidays wuxuu wada markuu ogaaday inay u jeedin qaala laha wuxuu yiri wallahi baan ku dhaartay la ilam tardayni hadaa igu raali noqon هذا الرال النقول إلا إلهم ترضيني
هذا رال نقول لك عادي زوجا إن زوج كون نقول هذا لك رال نقولهم كجورسده لا أخذنا وأن قال يا أكبر بنيك عروت على متك أبوين الماء جويك أبوين بان قبنا يا ولا أجل دنه وأن كرباش يا بتهمة شرب الخمر خمر عبين تانضه أيام يعني كرباش يا هذا يلي ويدو تاس وجوديه تاس وجود مركا هذا خطر بيجا شيء زما فاستشارت مركا وحي لسورة سالم بن عبد الله في أمرها وريه سانة هي ستة سالمه محان دون محان سمايا بيتروان نيكي سانو ليه فأشار وحو يشاري عليها دوشي بأن تكتب إني أقرط للخليفة خليفة المسلمين هو يزيد بن عبد الملك كتابا ورقت تشكو فيه أي غشي قد يسأل والي ورقت قرأ نيكا يعني خليفة المسلمين أقرر يلده ودعوه وهو تذكر يعني إكوشيه وتذكر إكوشيه إذا قرابتها قرابتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ورحمها في آل البيت أنا قلت رسولك يعني أولادي سيا وآل البيت كيا نب كانوا ننكا إبوها يا إنا ترى ورقت كقرته ساسو سالم وإشارة سيدا يلم فكتبت الكتاب ورقت بي قرته وأنفذت ويدرتي مع الرسول الله رسول بي أدبتين يعني أدبتين أي درتي إلى دمشق بيدرتي ومركا يزيد بن عبد الملك وحوم فدي عمركا دمشق ما دحلو فدي وين دمشق آية ما كاد الرسول الرسول كي موسى السجن يملي إنه تقو بالكتاب الكتاب كي إنه يعني ولتقو يعني ورقدي أوقاده حتى جاء وحي من أمر الخليفة خليفة يعني يزيد بن عبد الملك بابا أمر صدره يا يو صدره يا إلى ابن هرمز نك اللي يرادو عامله عامل كيسا على ديوان المال في المدينة نك ابن هرمز اللي يرادو يعني أسوى عامل كاها على ديوان المال في المدينة مدينة مالية ديدو نكاسيو هاي مالية دمسون كاها بأن يقدم عليه ليرفع إليه حسابه يعني خليف كما أمر صدره وغيره نك مالية المدينة هاي ابن هرمز اللي يرادو صدل بير الله وإلا دمشق صدل حسابها الربعين هذا يعني سوء قد بسيه سوء قد بلالك مركا جمعه بديريسي ننكا بديريسي خليف كان ننكا سوء ايهري وننكي مدينة يعني مالية دي لها المهورس ايو ايهري وحيدي سوء قد دمشق سوء قد فقام ابن هرمز باكعي ابن هرمز ننكا لينا لغوتلي يودع اصغر يعني ودعي اصحاب الحقوق عليه ضدك يعني حقوق ذكور هاي وضم أيو يعني ودعية فاستأذن وحكيلا ضلب على فاطمة بنت الحسين مودعا فاطمة بنت الحسين بصوم ريو يعني ده هالكاس نقص علاية عن حدود يا إنا هالكا أبان أبا حياة أدوغاتور إذنته وقال وحكيل كيري إني مالي وانتري إلى دمشق آذية فعلك من حاجة وحدن أخذ لها ده مجرتا وضعي فريسد قليبك مسلمين تنقص علاية سأقل إمو بيري واحد إيه فرمي سمجرة فقال حيثر نعم تخبره واحد شيء أمير المؤمنين بما ألقى وحن كلكم من ابن الضحاك وما يتعرض به إلي وحاو يوسف بن بحي وأنه أصبر الله يرعى وحكى له شيء أنه أصبر الله يرعى إنه سئل لنين حرمة حرمة لعلماء المدينة لمنك المدينة علماء يدان إنه حرمة إنه سئل لنين واحترامين وخاصة سالم بن عبد الله ما احترامه خاصة سالم بن عبد الله يعني ما احترامه كو فلام ابن هرمز ابن هرمز وضع عليه نفسه ونفسي يسيب وضع عليه على زيارتها وركبنا محاكوك يعني نفسي يسيب يعني وضع عليه وش الله حاكوك يعني وزيارة يعني هذا أسوأ مرتين إذ ما كان موسى نهين ابن هرمز يريد من دونه أن يحمل إنه قال شكوى هذا قبل الدعوة هذا من ابن الضحاك يكدعوني سئل الخليفة أخرى إلى مرة وأصول ده أصول كان يعني ماشي مديهم والي كا يوكن مالية أسي هيا موجة مالك ننكي دماء يرسل والي سئل دعوني سقد بي برا وأصول قبل إنه حكوية محان كابد بي مالك أصول مالك أشهر تي دعوني أي نفسي سيسكن نقضي وحيري حاكو وتي أضعوه إما تهرتر حسك نبحوي آي وسكت لمرك وصل ابن هرمز ابن هرمز بو قارة إلى دمشق بو قارة في نفس اليوم مالك نفسي سبتري الذي مالك وصل فيه الرسول أو قارة الذي يحمل كتاب فاطمة بنت الحسين
فاروق بن حسين رسولك اي درتي ورقده اي وديبتي مالك او دمشق قال اي يهرجن دمشق قال اسكوبالن بي قالم اي اسكوبالن. فلما دخل على الخليفة مركو أقلي نين كان دي مرز بأبو هرقلي هذا نين كان من مدحه دولتي كمي دابو هاي نين كان أهر مري. فلما دخل على الخليفة مركو أقلي استخبره وورصبه عن حوال المدينة خليفة يعني ويزيد ياهو يديه مدينة أحواش هذه أي أيوك ورصبه. وسأله وحو سؤالي عن سالم بن عبد الله سالم بن عبد الله بالكور مبولي وصحبي أصحابه تكور من الفقهاء كور مبود. وقال له حويري هل هناك هل كاسم هذا أمر أمر ذو شأن شأن يحال صاحبة جدير يعني مناسب كوا بأن يعلم إلا هذا أو خبر خبر ذو خطر كاسو حري بأن يذكر ما قال له وحص المجرى وحرنه مهم إلا هذا مهم توب بنيت مجرى وح يعني أرن إلا هذا أمر دبا أبا هو وصل. فلم يذكر له موسى شيئا شيئا من قصة فاطمة بنت الحسين فاطمة بنت الحسين وحي أصف فرطي وحبه وقم شيئا ولم يصير موسى وإشارينه بشيء شيئا إلى موقف الوالي والي وماشي وكجوه من سالم بن عبد الله سالم بن عبد الله يعني سيده أفيا إنه نتائج سقادنا يعني وخلاف سيئا وحبه وقم شيئا ونؤقي هواد وحاصرنا وأقي ابن هرمز وفيما وقت هو أسوى جالس وفدي عنده أكتس يرفع له حسابه حسابتي وكري له حسابه وقد بنيه إذ دخل الحاجب نينك واردك هذا صوت قال وقال وحيره أصلح الله الأمير أميرك الله وناجيه إن بالباب البابك وحاتاقا رسول فاطمة بنت الحسين فاطمة بنت الحسين قبل الإرادة نين أي صوت درتيبا إرادة تاقا فقط فتغير وجه ابن هرمز ابن هرمز وجهه سبعت بدله وانك يعني اي هي مرحبا ماليده هي مدينه هي وانك لو ييري وهدا حواش المدينه لا ورسد الا لك وخبا ان كشيغه قبر ما فرينته وسفرته فرينته من غدبين مرتا رسول اي سو درتنين اي سو درتا اريد تاغير مركي له انو طلبه اي مركي له اسغنا ما سو فديه وجهه سبعت بدله وقال وحي رسولك بل انت ورك غدبين بيقول كلا هرمك كل ورك ولا شيغيا وقال وحر أطال الله الله ديريه فقال أمير أميرك حياتي الله ديريه إن فاطمة بنت الحسين حملتني وحي إيسو ديبت رسالة إليك فرين بأي قصة كافرت وأخبره الخبر مركز وركي وشاك. فما أن سمع الخليفة خليفة موسى مغل مقالته وهذا الكيس أراهديتي حتى نزل عن سريري سريرتي وكفة ديبو بكسر دقيقه هو كل هذا حماق درتي ألفيت كنوي مركي لقى سوى شيء دبكاز فرتي مكسر دقي وقال وحول الله أم لك ورهوية الله إن قصوا نانين ألم أسألك ميانك ويدين عشون المدينة وأخبارها مركي هذه ما تبغى أنت على حسابتي وحن أنا قلنا سو مدينة أخبارك إذا كمان ويدين أيكون لديك أكتاد ميو أهان مثل هذا الخبر يأكله وتكتمه عني وضيق رني زميا هذا دبعت الألبيت كور رموا فرتين تأول بالغوص ورمى هذا نيجا قرنيتا فاعتذر إليه وعذر ذات بالنس يعني وأنه المامي بري أمير المؤمنين وأنه المامي موسى المامي إنه شيء جود دينه يود حيله إنه نه المامي هذا قرنيتا أصدق أبوك أقبل الله أبو حجير سالم بن عبد الله الرجل صاحب ريا كور رموا يري تازو وقعد ذكر موسى مرك إنه شيء موسى رم ناي مرك الله جوا وعذر ذات وأنه المامي وأنه المامي ثم أذن والله إذ من للرسول سو دايب أنك أذن تاني فأدخل عليه وقال سوق لي فأخذ الكتاب كتاب كيف قال من حقه وفضه وفره وجعله حقذق له يزيد يقرأه إنه أقرنه والشرر يعني دنبله يدنبابردنا يتضاير أدونه من عينه الذي سأنده مركو ورقدي وحكو أقر هذا الكبركو باللعبه قبل تعوذ ذي أستكده وجهي سوى إذبدل يزيد مركز عنده سوى حكسو كعيو يعني واحد بلاد ميسا كسو دلدولي على يا وجهي سوى دلدولي وأخذ وحوق هذه وحوق ذلك قال يضرب الأرض أرطلوك إنو قطب فنيو بخيزران خيزران وأشي يعني بغرده وذن جران ويرو قابنوي خيزران تيسيو كان هذه في يده أشي رقعانته كويسي يقولك قطب فنيو مركز ورقد آخرين
والحال هو سوء يقول أوليه لقد اشترى أبو ديره ابن ضحاك على آل رسول الله وكل ديره صلى الله عليه وسلم آل بيت النبي أنه نول بكل ديره ولم يسخ موسى أقبلنه للنصح سالم بن عبد الله سالم بن عبد الله نسيح حديثنا موسى قال فيهم آل بيت لو نسيحي هل من رجل بير يزيد هل من رجل من ملهليا يسمعني إما قشيني صوته منك دواقيس والحال هو أسوي عذب لعذاب في المدينة آه. وأنا والحال أنا أنو على فراشي أم كسرني هذا في دمشق أنا هل كي جنب فديا وحان ربابي من الحاد والعذاب دواقيس إن المدينة كم هو آه. نك إما قشين لها من ربابي آه. وانتي سماشا إما قشيني آه. يعني أحجي له صوت ابن الحاد ملهليا منك فقيل له وحاليري نعم يا أمير المؤمنين والغليا ليس للمدينة المدينة وما أهان إلا عبد الواحد بن بسر النضري عبد الواحد بن بسر النضري نين كاسا مقالنا قبانا يو نين كاسا نوحا لوحي عاد أمرتو فلين كروي آية إذا فوليه إياها مقالنا أديبواي وهو مقيم الآن هذا وحو يعني كسوغيه في طائف بكسوغيه فقال وحور نعم والله نعم نعم بير والله نعم آية مرحبا والله نعم إنه لها مدينة نكاسة أصبنا له ثم دعاه إياه بقرداس ورقة وكتب بيده عنده سوك قري من أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك إلى عبد الواحد بن بشر النضري السلام عليك نبت قريبت سعد الله يلا ما بعد فإني قد وليتك المدينة مدينة أيام والك أغدق فإذا جاءك كتابها دكوي ما لهذا فتوجه إليها مدينة قابل وأعزل عنها ابن الضحاك ابن الضحاك نكبه بمشكد كقادم قال الهوري كعزله وفرض عليه وحكو قدرتا غرامة مقدارها 40,000 دينار وحيولي بكوحو كنتا غدنا ولقو قناحيا غرامو يا غرش مقدار وقدر كذا 40,000 دينار أفرطا كنو دينار نوينو بحيو وعذبه عذاب حتى أسمع إلى أن مغل سوته ودواقس من المدينة إلى أن كمغل مدينة إنك دواقب يا دمشق لقم مغل كراها لقم مغل كراها لكن تنفع عنو عذاب أموه إنك هل عقابوه أخذه قال صاحب البريد الكتاب ننكي بوستالها ورقد يعني خليفه قال وما الله تغيو يحصل خضاة لابد أسوه ددجنة ينحو ضائفه ضائف بأسعلا عن طريق المدينة بن أمره ضائف بأجلايه ضائف مركز أسي سعلين المدينة أمره وضب المدينات ممره فلما بلغ المدينة مركز قاري لم يدخل على واليها أو موسى قلي ابن ضحاكنا ولم يسلم عليه من أسى سلاما فأوجس الوالي والي يعني هو عبصني خيفة عبصي في نفسي نفسي عبصي ما كشمر من با كي مدهالك اللقاء صدري مدينه صدق لكوم إيمان ماش أمر وين باجربوي ماي وحبو كبي كيابي يعني وأرسل إليه مركز أدري ودعاه إلى بيتي من بو أدري وحير إيوي يربري إيوي كان وسأله موسى أويمن وسأله موسى وأنتوا المدينة كبحي إنك لا صادر ورقدي ووضع أنتوا نضائف آدم وإنك مقال الله صلى الله عليه وسلم وسأوتك موي إنك يبرك مقال الله صلى الله عليه ابن الضحاك عبسي ما قصي مرك إنك أيوه يرون والله يرقرق وقيسيه وسأله هو يدي عن سبب قدومي محادو سعوته لقول الله صادر أي فلم يبح له بشيء إن وحو عدى يواديدي وحبه مشيقين ما جرت وحبا ما جرى أبو رحمك وما شيء يعني فرفع ابن الضحاك ابن الضحاك باكر وقال برفع فراشي فراشي وكفر ديه في دي سوسا أصو قال وقال وحو انظر بل في ريال كان فنظر وفيري فإذا كيس قد ملئ الدنانير ما يسوى حاج يعني يالو يعني كيس يعني كيس وينو العكب بحضه يا جغري غوسي سوسا وجر فقال وحوري هذه 1,000 دينار وكن دينار ولك علي عهد الله وميثاقه وحبلا إلهي ينكو قاضي إلهي بلن كيسي عهدي
إن أنت أروى أخبرتني هذا إيش شفت عن وجهتك وحي الغلا صدر هذا إيش شفته إيه وما في يدك واحد عندك وحيس ورغد عضوض وحيتاي لا أدفع عنها إليك ورتو كم كن دينار فرتا كاثاريا ولا أكتب أن ذلك وأنا قرين يا يو يعني نكاسة إيش شيء مدهاي يا نكاسة إيش شيء مدهاي وأنا قرين يا وأبلا إلهي وأداربي فأخبره حوله أركيها دموت هاي نجي الرسول قال صادري فأخبره وركي بغش هكذا ما شاء الله كم غنت هنيه وساسا كو قرن بير ورغد هاي مساسا فأخبره وركي بغش هكذا فدفع إليه المال قالوا العقد وقال له حويل هل إحسانه ونيه سمين العقد قالوا هرتكول شيء غاب هاي وحد يشاء ترى يعني ترى يثبوا له هنا هل كانوا المدينة أكون نجو ثلاثة ليالي سدح بري كون نجو حتى أصل إلى دمشق أنا حتى أنبع حياي دمشق بنادي ياي وحي رياضي غور مري نضايف ياي لنك تاب دربو وركي أكو ريجنيني انت دمشق كجاري يو ميلاها نكو ماغ ماغو ومدينة كو هكبور كو هكبور وحي ركو ده ثم اللي تقو إلى ما أمرت به وحي لغو أمري مركا فولي مركا استراد نك مركا دمشق هو قاري مركا وركي يعني فولي آية ذم ابن ضحاك ركابه ابن ضحاك يعني وهو ديار سوي مركبه وهي وحل هرتي وهي ودياري ركائبه وقاديتك وقادر المدينة مدينة كبحي لتوه واختيس ساعدب مدينة كبح ودغال وما الله وتغى يحصل المضايا قاديتك أسوه ددجين يهو نحو دمشق دمشق حق يدو عرية فلما بلغها مركو جاري آيه فلما بلغها دمشق مركو جاري دخل وقال على أخي على أخي الخليفة خليفك ولالكي وقال مسلمة بن عبد الملك ولالكي خليفك ولالكي آيه مسلمة بن عبد الملك بقتلي وكان وحوها مسلمة سيدا بوهانين سيدا أريحيا أو يعني مكارم ونأسن آد يعني هو نأسن صاحب نجدة دق يعني أصاحب كرق أصاحب مسلمة بن عبد الملك فلما صار بين يديه قرر يسيبه طلق أوير ملك أهر استاغي قال وحير أنا في جوارك يا أمير يا أيها الأمير أنا أرغب في جوارك مغم تعالى أنك جرابه أيها الأمير أي أمير كنو هذا ولالك بخليفك المسلمين تأثقون وانين مرحة وماده والكيسة الله أقبل يا نفسي سوي وخليفك ولالكيسة مركا نيكي بو هوس قال وشو ديبي وهو يري مغن تعالى كجرى ايها الامير فقال مسلمة وحو يري ابشر بخير حتى انا اسوه مغن قصي خير كو بشاريسو وحاد كم مغن قلت وحاد كبت بادي يعني خير كو بشاريسو وما شعرك حالك اقوم فيه بحاية حيطة دمك قوله فقال وحو يري ان امير المؤمنين ناقم علي وهي عريفين امير المؤمنين خليفك المسلمين توهي عريفين ويزيد بن عبد الملك لهنة يؤيغو عريسية لهنة لزلة مصيبه بدرب يعني زلقه بدرب مني أنا إقدع عليه زلقه إقدع عليه حوان إقدع عليه يؤيغو عريسية مالك هذا إنو تلابه إقدع عليه الرواية تاسا مغن كاقا بل اسكجو بلغرق اسكجو فقدا مسلمة مسلمة وقوك الله على يزيد بوكوك الله ولالكي بوكوك الله وخليفك المسلمين وقال وحو يري إن لي لدى أمير المؤمنين حاج مركو أتقيبه وحو يري إن لي وحي يسقنا لي لدى أمير المؤمنين أمير المؤمنين كأبتي سحاجة ما أنت ضمان كلاهي فقال يزيد وحو يري كل حاجة حاجة كل يدو لك أكوسو ناتور ولتو مغلية والغوغرية ما لم تكن فمن اللحاك هديسان هاي وح الله واحد يقول ما تمانتا وايقا دقيت بوري هدينا ابن دحاك هاي بوري هاي رقو أغلي بضنا هاي واقرنا يعطينا ماشي وقل فقال وحو يري مسلمة بن يزيد والله بان كبه هرتين ما جئتك إلا من أجلي وح كلون أسعد مجري أصيب على أسعد قروي بجرانك هاي فقال وحي يزيد والله بان كدارتي لا اعفيه ابدا كاس ولي عفن ما يوم واخ كلا اي شيغ لكن كا ولي معفن وا دارتي مرغو دارتي خلاص ما عفن يبو فقال وحي مركاس مسلمه اي مسلمه بن يعني يزيد بعبد الملك واي
وما ذنبه ذنبي سمحية بل هذا إيه قورا ذنبي أمانتا أصبح هنا إيش إيه أن ذنبي قال يساسه يعني إيه وعلي سيئة خليفك مسلمين تولي وعكا لو مشي من موتا خليفك مركا هو دارته وحيري السنة كوعفين ما يكاد ثم فقال حلو ما ذنبه وذنبي أو قال محوا فقال وحيري يزيد لقد تعرض وأبا بحي لفاطمة بنت الحسين وهددها يعني وهنددي وتوعدها وأقوديه وأرهقها وعبسقليه ولم يصغ موسى دليسني لنصح سالم بن عبد الله في أمره فهب شعراء المدينة مدينة شعراء هذه الضنباك عي جميعا يهجون وأيه وأصغي وحكشي غيان مرحبا فهب شعراء المدينة مدينة شعراء هذه قبيات هذه الضن جميعا يهجونه وضفق صلحاؤها يو علماء وطر يعيبونه أريد أساس المغضم يا فقال مسلمة وحير أنت وشأنك معه يا أمير المؤمنين يا مرحبا دارت بس دي مرحبا مركا سكا لما لها نيلا نوينجي لنك رميها أنت وشأنك معه يا أمير المؤمنين وحيا تسمين لها تسمين آه. فقال يزيد وحيري مره أمر أن يعود إلى المدينة أنا هذا هو حفظ في المهية يعني إنه يعني مدينة النقضة أمر لينفذ إنه فليه يعني لينفذ واليها الجديد أمري فيه إنه كح الوريجي يعني والي عصب إنه كح الوريجي يعني در مدينة هتجان ويجعله وكيله عبرة ويجعله ويعني ونغلوها عبرة لغيره من الولاد ماذا هذا كلام دنا عبرة أكو عبرة قاتمة ماذا هذا كلام دنا ويكون عبرة قاتمة أي فرح أهل المدينة أهل المدينة ويفرحين أعظم الفرح فرح مثل هو إن بواليهم الجديد يعني والده ذو أسباب يكون فرحين وصره وحافرح قلي يعني حزمه أي وقصد كيسه وقصد في تنفيذ أمر الخليفة خليفة أمر كيسو اللي في اليبن من دحاك من دحاك دو في اليوم أمر كيسو أمر من دحاك إنه قصة مينا دو في اليه عقاب هضو واحترى ينا وإيوال عقاب ننكي انتي ما لحني ماذا لقى قاضي أيا سحن الله عقابيه وإذا دو وحي أهل المدينة آدو مركة أبو فرحان ننكا أهل بيتك دوي سالم بن عبد الله كوري مده يعني تلابت لقى قاضي آدو أبو فرحان وإذا دو وحي زياسة تعلقا جعل به والي عصبه جعلانيا حين وجدوه مركة هلان ينهب يعني إنه تلقي مذاهب الخير خير كودين كيسب مريا ووالد عصبة ولا يقدع أمرا أمر مجو سنة يوم من أمورهم كمل مجوينه إلا إذا استشار إنه وشور يعني كلا شور موب فيه أمرك القاسم بن محمد بن أبي بكر إيه وسالم بن عبد الله بن عمر أي فمرحان أي مرحون فمرحى لخليفة المسلمين يزيد بن عبد الملك بن فمرحى آية سودوين بأسو ناطيبوه هي مكان وناسن لخليفة المسلمين يزيد بن عبد الملك آية كو وتجلة للإسلام العظيم الذي أبدع هذه المثلة يا وتجلة مرحبا وحأسو ناطيبوه للإسلام إسلام كإسلام كالعظيم وينا الذي أبدع يعني موجيي بوليه أبدع موجيي هذه المثلة وصنع سميه أولئك الرجال رقات يعني إسلام كسوسارينا وحأسونا تيبولي شرف يوين آية وإلى